عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تواجد بملعب نادي المسيرة للكرة الحديدية. هذه لقطات من المباراة النهائية في إطار الدوري الودي الذي نظمه نادي سان بيكا مدينة القنيطرة في المنتزه الغابوي يوم الأحد. وتجمع هذه النهاية ثلاثية عبد الله النادي لويس كابي وحالم وبداح حسن، في حين ثلاثية أخرى تتكون من يونس نقط حسن وكريم. هذه لقطات من النهاية للدوري الودي الذي نظمه نادي المسيرة للكرة الحديدية استعدادا للموسم المقبل عصبة الشمال الغربي. اسمعني، شي هو لعبت انا ضده فاش كان تيزرع، كان تيزرع جمهور قليل يحضر هذه النهاية نظرا لسوء أحوال الطقس. الجو بارد بارد وبارد جدا، اللهم إلا قليل من الجمهور يتابع هذه المباراة النهائية. يشرف على هذه المباراة النهائية الحكم الوطني السيد حفيظ عرهور من عصبة الشمال الغربي. أخبركم بأن هذا الدوري عرف مشاركة 27 ثلاثية من مختلف النوادي والعصب المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية. النوادي المشاركة في هذه التظاهرة الودية نجد من خارج العصبة الشمال الغربي، نجد ثلاثية من نادي ستار المغربي وثلاثية من نادي لايسان بي، في حين الباقي من عصبة الشمال الغربي للكرة الحديدية. مباراة شيقة ند للند، يعني تمتعنا بلقطة جميلة وجميلة جدا. نشاهد هذه التسديد بالدقة من طرف حسن من نادي الاتحاد الرياضي. هذه المباراة يحضرها كذلك اللاعب الكبير إدريس الشاوي من نادي لايسان بي وكذلك بدر من نادي الاتحاد الغربوي للكرة الحديدية. نتابع وإياكم لقطات من نهاية الدوري الودي الذي نظمه نادي سان بيكا يوم الأحد بمدينة القنيطرة. جل الأطوار الدوري لعبت في المنتزه الغابوي المعمورة، إلا نصف النهاية والنهاية هما اللي تلعبوا هنا بميدان نادي المسيرة للكرة الحديدية. كما قلت يشرف على هذا النهاية السيد حافظ عرهور حكم وطني وحكم عصبة الشمال الغربي للكرة الحديدية. تشويق فهد النهاية بين الثلاثيتين. في تيرين في الصباح.
نشكر كل من ساهم في نجاح هذا الدولة من مكتب مسير وأعضاء ومنخرطين، والشكر كذلك للسيد محمد بودرار الكاتب العام للنادي الرياضي القنيطري للكرة الحديدية الذي مد اللجنة المنظمة ببعض النصائح من أجل نجاح هذا الدوري. كذلك نشكر السيد رشيد الميموني العضو الجامعي الذي حضر بصفته كلاعب إلى هذا الدوري، وكذلك السيد عبد الله البزكراوي رئيس نادي الاتحاد الرياضي القنيطري للكرة الحديدية. بعد نهاية الدوري والذي مر في ظروف أخوية تم تسليم الأغلفة المالية على الفائزين. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.